أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.